بسم الله الرحمن الرحيم. لكل المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، ومرحبا بكم معنا دوما في تواصل عبر برنامج ليالي الأندية. اليوم نحن مع أسرة نادي النهضة بقيادة ألتي بمحلية الكاملين وحدة المسيدة الإدارية، حيث نظم نادي النهضة بقرية ألتي دورة رياضية تخليدا لذكرى الفريق الراحل محمد علي جادين، والتي اشتملت على العديد من المشاركات للأندية بالغرية. متابعة طيبة أتمناها لكم مع فقرات برنامج اليوم ليالي الأندية.
بداية نتعرف على قرية ألتي ومعي الأخ غرشي شيخ إدريس علي يحدثنا حول قرية ألتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وكأني الآن بلسان كل الحاضرين يقول: سعدت اليوم بالوقت وجئت إليك يا أنتي، نزلت الدار في سعة فكانت دنيتي ألتي، أروح في شذاياها شعورا ران بالصمت، وألمح في زواياها شبابا طيب النبت. ألتي هذه البلدة الطيبة التي بدأت واستهلت حياتها بالقرآن الكريم. ها هنا وعلى بعد أمتار يقع معهد القرآن الكريم بألتي، الذي وفد له الطلاب من كل بقاع السودان ونهلوا منه ما شاء الله لهم أن ينهلوا. وكذلك كانت خلوة القرآن الكريم في المسجد العتيق، وطيب الله ثرى أبناء علي بقوي هؤلاء الحفظة الذين أثروا ساحة الخلوة وغذوا عقولنا حينما كنا صغارا بالقرآن الكريم. ألتي لها تاريخ عريق ضارب في القدم، وبها مدارس لمرحلة الأساس، وبها معهد القرآن النموذجي كما أسلفت، وبها مدارس للمرحلة الثانوية بنات وبنين، وبها مستشفى الشهيد ماجد كامل الطاهر. أهل ألتي يعملون في مهنة الزراعة، وكذلك يعملون في الوظائف العامة وينخرطون في سلك الوظيفة، وأستطيع أن أقول إنهم في توادد وتراحم وانسجام. فكم رأيناهم في الملمات، وكم رأيناهم في الأفراح والأتراح جسدا واحدا. ولذلك نجد أن الشعراء من أبناء ألتي أشادوا بذلك. ومن الشعراء الذين نذكرهم حامد عيشاب، شاعر كتب عن هذه القرية، وكذلك العوض محمد بلة، وكذلك محمدين محمد عبد الرحمن، وكلهم شعراء كتبوا وساقوا الجزل الجميل الحلو المستطاب في هذه القرية. القرية يحدها من الناحية الغربية النيل الأزرق، ومن ناحيتها الجنوبية حدها شارع مدني الخرطوم، وهي مؤهلة بالثقافة ومؤهلة بالعلم. وهذا الحشد الذي ترونه هو يتكون ويحتشد في كل مناسبات ألتي. فألتي هي قبلة لنا منذ أن نشأنا صغارا، وأنا كل ما يدور بخاطري قول الشاعر وطن النجوم: أنا هنا حدق أتذكر من أنا، ألمحت في الماضي البعيد فتى غريرا أرعنا، جذلان يمرح في حقولك كالنسيم مدندنا، يتسلق الأشجار لا ضجرا يحس ولا ونا، ويعود بالأغصان يبريها سيوفا أوقنا. أنا ذلك الولد الذي دنياه كانت هاهنا، أنا من طيورك بلبل غنى بمجدك فاغتنى، أنا من ترابك ذرة ماجت مواكب من منى، أنا من طيورك بلبل غنى بمجدك فاغتنى، حمل الطلاقة
والبشاشة من ربوعك للدنا، كم عانقت روحي رباك وصفقت في المنحنى، لليل فيك مصليا للصبح فيك مؤذنا، للشمس تبطئ في وداع ذراك كي لا تحزنا، للبدر في نيسان يكحل بالضياء الأعينا، فتذوب في حدق المها سحر اللطيف اللينا. زعموا سلوتك ليتهم نسبوا إلي الممكنة، فالمرء قد ينسى المسيء المفتري والمحسن، ومرارة الفقر المذل بلا ولذات الغنى، لكنه مهما سلا هيهات أن يصل موطنا. ومهما سلونا أخي الكريم لن ننسى ألتي، وأقول ألا يا ألتي يا داري رعاك الخالق الباري، وحيا سهلك دوما بغيث منه مدراري، فأنت عشيقتي الأولى ولست لغير تختاري. شكرا جزيلا الأستاذ الأديب غرش الشغدريز علي، وحقيقة أبدعت يعني، والتحية لك ولكل أهالي قرية ألتي. شكرا لك جزيلا. أخي الكريم الله يبارك فيك، وشكرا لكم لزيارتكم الطيبة. الله يبارك فيك. شكرا للأستاذ غرش الشغدريز علي، ومن داخل نادي النهضة بقرية ألتي بتتواصل في إغراض برنامج ليالي الأندية لهذا الأسبوع. فينا مشهودة فانا المكاسب، نحنا بنقودة الحرة بنقودة، يبهي للعنده نحن سيا شهابة والكرم جنده. آه الزول بيفتخر يبهي للعنده نحن سيا شهابة والكرم جنده. ما في وسط واحد ما قرب زنده، قلبي عجز وقع ألتي بالسنده، الحرب الخوضة ركها بين عليهم نصعب غرة، أدباشر وقت قلب الكلام حرة، ركها بين عليه أصعب غرة، أدباشر وقت قلب الكلام حرة، ما بين فيز يبين متخذ مرة، الخواف ده ما حر منه ندبر، الحرة بنخودة نجار والصديق عشرتنا تتمنى، بنصون الأمانة سيدة أمنا. النجار والصديق عشرتنا تتمنى، بنصون الأمانة سيدة أمنا. المغرور ندوسه نقصت عطنا، شافعنا بيانا الموت في الركاب سنة، الحرة بنخودة
الصديق عشرتنا تتمنى من صون الأمانة أسيدة أمنا المغر الندوس تقطع الطنة شافعنا النبي أنا موت في الركاب سنة الحرب الخوضة فينا مشهودة عرفان المكارم فينا مشهودة عرفان المكارم ونحن بنقودة ننتقل إلى الجانب الإداري في نادي النهضة ومعي الأخ الأستاذ معتصم الأمين رئيس نادي النهضة. مرحبا بك يا أستاذ معتصم. واليوم ختام دورة المرحوم محمد علي جادين وتحدثنا عن نادي النهضة. أولا نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لإخواننا في قناة أنقام وأخونا حافظ خوجلي الصحفي والإعلامي القدير وصاحب برنامج ليالي الأندية البرنامج الشهير. حقيقة نادي النهضة هو أحد أندية اتحاد الكاملين المحلي وهو من أعرق الأندية. تأسس عام 1948 خرج أجيال وأفزاز اللاعبين أمثال الأخ أحمد محمد علي الحسين لاعب المريخ السابق ومجموعة كبيرة جدا من اللاعبين والإداريين والمدربين. وهو نادي شارك في المنافسات القومية زهاء الأربعة وخمسة أعوام متوالية. جاب كل أنحاء السودان غربا وشرقا وجنوبا وشمالا ممثل لمحلية الكاملين وأحرز نتائج مذهلة وحصل على بطولة الدوري الممتاز الدوري المحلي للكاملين لعدة سنوات وبطولة كأس السودان المحلي لعدة جولات. وهو نادي رياضي شامل بمعنى الكلمة يضم برامج ثقافية وبرامج اجتماعية وهو مغر لعدد من الجمعيات مثل رابط الطلاب وخريجي ألتي بالجامعات العليا وجمعية القرآن الكريم بألتي واللجنة الشعبية أيضا مغرها في نادي النهضة. ونادي النهضة يسمى هو النادي الشامل كل الروابط الرياضية وكل الفرق تنطلق من داخل نادي النهضة وهو الآن يرعى هذه الدورة الرياضية الكبيرة. طيب حدثنا عن فريق النهضة وترتيبه في الدوري دوري الدرجة الأولى باتحاد الكرة بالكاملين. حقيقة فريق النهضة تعرض لهزة وهبط للدرجة الثانية لمدة 4 أعوام وصعد في هذا الموسم والآن هو في مشارف الدورة الثانية وهو الآن يجمع حوالي 13 نقطة وهو في وسط ترتيب الفرق بتاع اتحاد الكاملين. والفريق يضم عناصر شابة وعناصر مميزة ويقود مدرب مقتدر هو أخونا عباس فاروق. وحقيقة مبارك لعب مباراة في الكاملين وانتصر فيها بثلاث أهداف دون مقابل والآن هو يخوض أيضا مباراة وحقق بطولة هذه الدورة وهو زي ما يضم مجموعة مميزة من الشباب وشباب مثقفين ومتعلمين كلهم خريجين بتاع جامعات وهم الميزة اللي تميز نادي النهضة هم من أبناء ألتي عندهم دافع الغيرة ودافع الحماس لهذه البلدة الطيبة. شكرا جزيلا للأخ الأستاذ معتصم اللمين ومع أمنياتنا بالتوفيق لنادي النهضة بمزيد من الترقي في درجات التنافس. بقول كلام دخلوها وصغير حال أنا ليهم بقول كلام دخلوها وصغير حال سيما بدر قلبي صقع قدر يجي علبي أنا ليهم بقول كلام سيما بدر قلبي صقع قدر يجي علمي نقع أنا ليهم بقول كلام صوتك مانع بيرجع الطيب في شطار تمدع ليهم بقول كلام دخلوا حوصي قرحان
بعد القول والشريك انا ليهم بقول تمام قرقر حبس ادري بربط القول والشريك ليهم بقول تمام وقت الموعد والضريب دنياتنا ما بتنغلب ليهم بقول تمام دخلوها وسجر من جديد ومرحب بكل الذين انضموا إلينا لتابعة إغراق برنامجنا ليالي الأندية لهذا الأسبوع ونحن نتواصل مع أسرة نادي النهضة بقرية ألتي محلية الكاملين معي عبر هذه المساحة الكابتن أحمد محمد علي الشهير بود الحسين لاعب نادي النهضة سابقا ولاعب نادي المريخ العاصمي سابقا مرحب بك يا كابتن ود الحسين وماذا عن نادي النهضة الرياضي طيب بسم الله الرحمن الرحيم الشكر الجزيل لقناة الألغام لهذه الزيارة الطيبة ولهذا اللقاء الذي خصص لنادي النهضة الرياضي بالتي الحقيقة نادي النهضة الرياضي أول كورة في ألتي بدأت من أواخر الأربعينيات باللعب في الأحياء والأزقة والميادين كل الشباب مشتت وفي أواخر الأربعينيات تقريبا سنة 48 فكر الشباب آنذاك
وفكروا في إحياء أو قيام نادي ليضم كل هذه الفرق في الأحياء، وفعلا توحدوا واقترحوا أن يقوم نادي النهضة الرياضي سنة 1948، وبدأوا فيه النشاط. وبعد التأسيس انطلقت المنافسات الرياضية، وجاءت منافسات كأس مكتب العوتة وبين القرى التابعة للتفتيش، ومن هنا انطلق النشاط الرياضي في كرة القدم بألتي وفي النادي، وزاور نشاطه من أوائل الخمسينيات إلى أيام اتحاد الكاملين. وفي فترة الستينيات كانت هي الفترة المهمة والخصبة بالنسبة للاعبين، وخلقت لاعبين مبرزين في هذه الفترة وفي الستينيات، وبرز منهم لاعبين كثر وانضموا إلى اتحادات في بمناسبة لاعبين كثرة تخرجوا من نادي النهضة التي. عبد الحسين، أنت مضيت في المريخ سنة كم؟ أنا الحقيقة قبل ما أمشي المريخ البداية كانت في النهضة طبعا، ومشيت دراسة في مدرمان، ومن مدرمان لعبت في الدورات المدرسية المتوسطة والثانوي، وسجلت في حياة العرب ومدرمان قبل المريخ. في أول لاعب في منطقة الكاملين كلها يسجل في اتحاد رسمي في خارج المنطقة، وسجلت بعد حياة العرب طوال المريخ سنة 1960. طيب دفعتك منو كان في الزمن ذاك يا عبد الحسين؟ والله الحقيقة اللي لقيته أشهر اللاعبين كانوا في الوقت اللي سجلت فيه لاعب المريخ الدولي جاكدول وابراهوم الكبير وجحفر جاجرين وماجد عثمان ورابح وعبد الله عباس ودقنو وبورعي احمد البشير وابراهيم جلق وعدد كبير يعني من التاريخ ووزة ويعني فتح لي في الوقت ده. شكرا لك. شكرا لك الكابتن احمد محمد علي شهير بود الحسين، لاعب نادي النهضه التي سابقا، والمريخ ايضا لاعب نادي المريخ ايضا سابقا. شكرا لك، ونتمنى نلتقي بالتاني في مساحه. شكرا لكم جميعا وجزاكم الله خير، واتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. قولي قولي ولدي غيرك انت ما بيهز فوقي سيبك. قولي قولي ولدي غيرك انت ما بيهز فوقي يا ليل يا ليل يا ليل
بيت القربة عطيانة أدوها الرجال بحمى وطار أدوها الرجال بحمى وطار بالفجر نسيبته مرض طل هاي
رانيا ليالي الانديه اليوم من داخل نادي النهضه بألتي، ومعي الاخ حمد الرحيم في حديث حول اللجنه المنظمه لدوره الفقيد محمد علي جادين. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه كونت اللجنه العليا لتأبين المرحوم المفكر البروف محمد علي جادين، وأصروا على أنه لازم تكون في دورة رياضية والتعاون في مسقط راسه بعلتي. وفعلا اتصل بينا رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة واتصلوا بينا في البداية، وفعلا تم تكوين اللجنة واتصلنا بإدارة نادي النهضة، وتقرر أنه يكون في دورة رياضية من الغرة المجاورة. فعلا اتصلنا بالغرة المجاورة المسعودية، النوبة، المسيد، المسيد المحطة، سلطان عجبنا، اللعوتة، والضميد، وألتي. وقسموا لمجموعتين، صعد للمباراة النهائية فريقا ألتي والمسيد اللي هم الاثنين كانوا في المجموعة ألف، وانتهت الدورة وفاز بها فريق النهضة ألتي. طيب يا أخ حمد عبد الرحيم، أنت كرئيس حمد عبد الغني، أنت كرئيس اللجنة الرياضية، هل الدورة دي حتتواصل سنويا ولا خطتكم كلها شو مستقبلية؟ إن شاء الله حنواصلها سنويا، لأنه الرجل مفكر ورجل مفكر كبير، ونحن آلينا على أنفسنا أنه تقام هذه الدورة سنويا إن شاء الله بإذن الله تعالى. إن شاء الله. أتمنى لكم التوفيق. الله يبارك فيك، الله يسلمك، الله يبارك. Let's go.
بعيني جاها ساعتي الحال في عدم لقاها بدوي الزين عومي المجرسة صف القدر قادر حارسة سوح الحفلة في حوش فتقا الكشافة يا مطر العشاء يا بلالي ليلنا بالغلة العجب عيني يا جاه يا نهضة توري من الشقا يا بلالي ليلنا يا بلالي ليلنا يا بلالي ليلنا طبعا الأمسية دي هي إنتاج خالص للأهل في ألتي لأسرة نادي النهضة الرياضي ولرابطة الشباب ولكل المنظمات العاملة في القرية. أمسية لتأبين الأستاذ محمد علي جادين، جادين المفكر، جادين الغايد، جادين السياسي، جادين المترجم، جادين الاقتصادي، جادين ابن المنطقة وابن الوطن. والأمسية قامت بالتضامن مع اللجنة القومية لتأبين الراحل جادين. شكرا لأسرة نادي النهضة الرياضي ولكل أهلنا في ألتي ولكل الفرق الرياضية اللي شاركت في الاحتفال أو في التأبين. الحقيقة نادي النهضة من الأندية العريقة في المنطقة وله دور الريادي في الرياضة وفي الثقافة معا في المنطقة، وهو من الأندية العظيمة ولها تاريخ طويل في المنطقة. حقيقة نحن تمشيا مع رؤية الراحل الثقافية في بث الوعي وسط المواطنين أو وسط الشعب السوداني، حبينا أن يمتد هذا الجهد ليكون أيضا ضمن النادي ببناء مركز ثقافي يعني بالثقافة والفكر وكل المجالات التي يمكن أن تشملها الثقافة. وأعتقد أن المشروع قد بدأ خطوات إيجابية مع إدارة النادي، وصلنا لبعض الاتفاقات فيه وإن شاء الله يرى النور في القريب العاجل. أيضا تمشيا مع رؤية الراحل التوعوية والثقافية والعلمية، رأينا أن يتبنى المركز أيضا كل الطلاب المتفوقين في المراحل الدراسية الابتدائية والثانوي في ألتي، وأن يقوم المركز برعايتهم رعاية كاملة ابتداء من العام الدراسي القادم. أيضا علينا على نفسنا أن ننشئ صرح ليعبر عن الثقافة والفنون ضمن هذا النادي، بناء مسرح نسهم فيه نحن والخيرين من أبناء ألتي، ومستعدين أن نبدأ باللبنات الأولى على أن يرى النور إن شاء الله في وقت قريب. مرة ثانية أنا شاكر جدا لأسرة نادي النهضة الرياضي، أمنياتي للنادي وللمنطقة بالتقدم والازدهار. شكرا جزيلا، جزاكم الله خير. ومن بعيد بدي عيش معايا في خيالي شعور سيدي معايا، حبنا من البداية
حبيبي أمنياتي أنت يا أغنى الأماني. يا حبيبي أمنياتي أنت يا أغنى الأماني. والنيالي تغني له تغني له نتلاقى تاني. الليالي تغني له تغني له نتلاقى تاني. ويرعى الأعمال الاجتماعية وذلك من خلال برنامج الدورة التابينية للراحل المغيم محمد علي جادين. بقول بلدي أنا بلد الخضرة والنيل والضفاف ألتي بلدي عزة ومهابة فيها رجال فيها مفازة فيها لعيبة فيها النهضة جنب الغابة فيها النهضة فيها زمالك فيها هلال وفيها جبال ألتي. تحية لألتي. وتونس بيك براي في الليل بسامر فيك بخذ صورتك قصاد عيني في وجاعي بحتاج ليك وكل ما الشوق يفوت ميعاد تضمني في الخيال يديك ويبقى القول سمح بالحيل وقت تطراني وقت تطراني يوم شفتيك وتحسدنا النجوم والليل وتحسد تسرق نظرة من عينيك وتحداها انك لي وما تفكر في لحظة ديك وبرضو بغير عشان بلقاها في عينيك عشان مرسومة فوق خاطرك وتلمع زي حنيني ليك ومن الليل بغير اكتر عشان اطبعه منك وفيك ويمشي الليل معاي بسرعة تداعب الريح شيرت البان جد بطراق عشان ما البان غوامه عليك ولم الليل يقول يرحل وماي
وما يجا فيك تداعب الريح سيارة البان جد جد بطراك عشان البان غوامه غوامه عليك ولما الليل يسوق أخطاي يقول يرحل لما يجا فيك ونسمع صوت بيقول حي وبرضه سياح بيقول لبيك نقوم نتوضع ليه ربي ونسجد بين أيادي مليك نرضيه عشان في الريدة يرضينا وكمان يرضيك نرسل له دعواتنا ونتمنى تبقى ولي في الدنيا أبقى معاكي زي والديك صون هواك في جواي ظل قلبي دوام حابيك نجيب أطفالنا من الريد نعيش هنانا بيك وفيك وشيش في نسود عصور كأنه بقول عزيز جايك أقوم فرحان وملهوب بيك أشوفك فوق عيون الكل محال الكل بيكون طريق أشوفك فوق عيون الكل محال الكل بيكون طريق والمحبوبة هنا هي ألتي. عجبوني وسر بالي عجبوني ولاد الأهالي عجبوني وسر بالي طول الدلوى في السواري درس البحر بالطواري ما شلونا بالنواري عجبوني درس البحر فلسل بدل الفرسان عجبوني ولاد الفرسان فلسل بدل الفرسان وصفوا البحر خدسان من شوش ليه ورقان عجبوني عجبوني ولاد السرور بيت القدور عجبوني ولاد السرور بيت القدور صفوا البحر بالصخور ما شالونا بالبابور عجبوني درس البحر أكراك في العدارة مرقوا أخوان السرارة أكراك في العدارة مرقوا أخوان السرارة المركز يا بالإشارة ما شلونا بالطيارة عجبوني الكرات في العدارة مرقوا أخوان الكرات في العدارة مرقوا أخوان السرار المركز جاب الإشارة ما شلونا بالطيارة عجبوني فرس البحر ونحن فوق عزنا النهضة دي بدنا اللي هو يا جنا الشباب بدنا هوي جادن هوي انت هوي فريق هوي النهضة هوي الليلة هوي احنا فوق عزنا الشباب بدنا يا جادن ده حقنا
مهضي من أنا الشباب مننا كنا وكنتم معنا عبر حلقة جديدة من ليالي الأندية مع أسرة نادي النهضة بقرية ألتي محلية الكاملين، وإلى جديد اللقاء، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.